شددت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة رانيا هداية على أهمية الاحتفال بيوم المدن العالمية لما تشهده الفعاليات من نقاشات حول التنمية الحضرية وتبادل الخبرات العالمية في هذا الصدد. وأضافت هداية أن مثل هذه النقاشات تساهم في رفع مستوى التوعية لمساعدة المدن على التعامل مع مختلف التحديات والتغلب عليها. تبادل الخبرات مع الدول المختلفة على نطاق العالم، يعني مش مجرد ان احنا بنتكلم في المنطقة العربية او في افريقيا، لا، الحقيقة الحاضرين من كل حتة في العالم، في من لاتين امريكا، في من افريقيا، في من الوطن العربي. فالنقاش ده وتبادل الخبرات اللي بتحصل دلوقتي في النقاشات القائمة مهمة جدا علشان الاستفادة من التجارب، وعلشان احنا اهم حاجة ان احنا كمان نعلي مستوى التوعية بمشاكل ازاي نساعد المدن بتاعتنا ان هي تتعامل مع التحدي ده، وازاي نقدر نخليهم قادرين ان هم مش بس يتعاملوا، ان هم يتغلبوا على التحدي ده.